ينضم إلينا مباشرة من أربيل الخبير الأمني أعياد طوفان. سيد أعيان، أهلا بك. هل توفرت معلومات أو تسريبات عن خطط حزب العمال الكردستاني هذه لتنفيذ عمليات إرهابية داخل الإقليم، وكيف تصدى أو تمكن أمن الإقليم من كشف هذه المخططات؟ أستاذ حيدري، رمضان مبارك لك وللشعب العراقي والأمتين العربية والإسلامية في العالم. يا سيدي العزيز، هذه العملية هي ضمن سلسلة عمليات التي تستهدف أمن الإقليم، وليست لن تكون الأولى ولم تكن الأخيرة، لكن الجديدة فيها إنها لأول مرة يتم القبض مثلا على أحد الفاعلين وهو المدعو يونس أحمد قاسم سليمان، واعترف صراحة بأن الجهة التي أعطتها هي وحدات حماية الشعب، هذه التي ترتبط بعلاقات قوية مع الميليشيات أو الفصائل المنفلتة المسلحة. الكمية التي تم نقلها، خصوصا هذا المواطن هو يسكن منطقة سحيلة، هذه المنطقة التي تكون في المثلث السوري العراقي التركي، هذه المرة الجديد في العملية بأنها لفك الخناق أو إبعاد أو تشتيت الجهد التركي الكبير الذي جرى على منظمة حزب العمال التركي، وخصوصا في منطقة متين وجبال قنديل وصولا إلى سنجار. الأسلحة للأسف جميعها هي صناعة إيرانية، وردت إلى هذه الوحدات من شمال شرق سوريا عبر الميليشيات أيضا الموجودة في سوريا. الغاية منها هي أولا مدينة دهوك، لأن هي القريبة عليها لإحداث البلبلة وإحداث اضطرابات كبيرة، لكن جهاز مكافحة الإرهاب في الإقليم هو واعي لما يجري في هذه المنطقة الحدودية الخطرة في المثلث هذا، والذي هناك نشاط قوي فيه إلى حزب العمال التركي، الأمر الذي استطاعوا القبض على هذا المتهم واعترافاته الخطيرة التي لم تستكمل بعد. هي الغاية منها أنا أرى حتى رفع الطوق أو الخناق عن منظمة حزب العمال، وخصوصا هناك نوايا من الحكومة العراقية بأن تعود مدينة سنجار تحت السيطرة العراقية، وأنا أرى هذا أمر صعب جدا، لأن سنجار هي المعضلة القادمة بين إيران وتركيا، والعراق مجرد متفرج على الأمر. نعم. طيب، هل تتوقع أن تتحرك السلطات سواء كان في الإقليم أو في بغداد بشكل أكثر جدية على المسار العسكري ضد وجود حزب العمال على الأراضي العراقية بعد هذه العملية وبعد كشف هذه المخططات؟ الحكومة العراقية لا حول ولا قوة لها أبدا في هذا الجانب، وهنا أريد أشير، هم جميعا كل المسؤولين في الحكومة العراقية والأحزاب والكتل جميعهم علت أصواتهم على منطقة السيادة والسيادة، وهنا أريد أقول المنطقة التي يتوغل بها الأتراك سواء في القصف أو بالهجوم أو غيره، هل هي تحت سيطرة الحكومة؟ من الذي يتواجد فيها؟ حزب العمال. إذا نحن وجود هذه المنظمات هو إهانة للسيادة العراقية، وعليه الحكومة والإقليم لابد من التعاون، وكل حدود العالم المشتركة بين دولتين لا يمكن السيطرة عليها من جانب واحد، الحكومة في الإقليم وحكومة الاتحادية يجب أن يكون تعاون كبير فيما بينهم بالتنسيق مع الجانب التركي، وإبعاد هذه المنظمة التي باتت تشكل خطرا كبيرا على المواطنين في هذه المناطق. يا سيدي العزيز، فقط في منطقة الإقليم هناك أكثر من 800 قرية تم تهجيرها، وهم هؤلاء دائما يعتاشون على رعي الأغنام وعلى أيضا الزراعة، هؤلاء جميعا تركوا قراهم، تركوا مزارعهم وحقولهم، لأنهم لا يستطيعون
العيش فيها في ظل تهديد وصراع ما بين الأتراك وحزب العمال، أو ممكن أن يكون لاحقا بين حزب العمال والحكومة العراقية والحكومة في الإقليم، حتى نؤمن شيء اسمه سيادة وحتى نؤمن ذلك يجب أن يكون العمل والتنسيق كبير لطرد هذه المنظمة التي باتت تتخذ من جبل سنجار وأهمية استراتيجية مقر لها، وأقامت منظومة من الأنفاق كبيرة جدا، مع العلم أن هذا جبل سنجار الذي يمتد إلى مسافة 71 كيلو وارتفاعه 1440 متر عن مستوى سطح الأرض، هذا جعله يسيطر على جميع الأراضي بما فيها التركية والسورية والعراقية. وهنا لابد من التذكير، حزب العمال هم نشطين جدا في القتال في الحروب الجبلية، ولهم القدرة على إنشاء مقرات قيادة، مخازن، وحتى مستشفيات وسجون في هذه الجبال الوعرة. نعم، مباشرة من أربيل الخبير الأمني أعياد طوفان، شكرا جزيلا لك.